مشاهدينا الكرام، مشاهدي زيوسيتي بوينت، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقه من برنامج لقاء مفتوح. نعيش هذه الايام على وقع حدث رياضي هام هو كاس العالم بالبرازيل، كاس يغيب عنه المغرب للمره الثالثه على التوالي. نعيش كذلك حدثا هاما عرفته مدينه زايو هو تنظيمها لمقابلة سد بين فريقين من خارج المدينة. إذن أيام نعيشها بكل أسى، منتخب وطني غائب عن نهائيات كأس العالم، وفريق محلي يكتفي بتنظيم التظاهرات الرياضية لفرق لم تكن لتلعب مع مدينة زايو لو لم يكن التهميش أساس الرياضة بها. مشاهدينا الكرام، والمناسبة هذه اخترنا لكم وجها رياضيا ابن مدينة زايو، ترعرع ونشأ بألمانيا، خلق الحدث، أول رياضي من مدينة زايو يحمل قميص المنتخب الوطني لمختلف الفئات. باسمكم جميعا مشاهدي زايو سيتي بوان نت، نرحب بلاعب المنتخب الوطني المغربي للفتيان الأخ ياسين الخضراوي. اهلا وسهلا ومرحبا بك. السلام. مرحبا بك زايو سيتي السي ياسين. سي ياسين، ربما الجمهور الرياضي ديال مدينه زايو ما كانش كيعرفك قبل. اولا نظرا لصغر سنك، انت ربما يعني 17 عام عاد مازال ما فتهاش. عرفك من خلال كاس العالم الفتيان في الامارات العربيه المتحده. تقدر تقول لنا كيفاش جات، كيفاش اختاروك باش تشارك في النهائي مع المنتخب الوطني؟ واحد المره جات واحد البريه ديال المنتخب ديال رشيد بن افكير المانجر ديالهم، وعيطوا عليا. رشيد بن افكير، رشيد بن افكير نيشان، وعيطوا عليا وقالوا لي اجي تريني تريني معنا تما في ماموره، وكنت تما ترينيت مزيان وهذيك الشيء. صافي ساليتها وهدرت مع بيم فابيك وقال لي لعبت مزيان وهذيك الشيء وبغينا نديك معنا عند كوب دي موند في الامارات. نعم، هكا جا الاختيار ديالك. ما كانش عندك المانيا ما قالتلكش تلعب معها لحقاش تاع زدت تما ولا كبرت تما؟ المانيا جات، المانيا جاو عندي قالوا لي بغيت تلعب معنا بحال دابا، غير في الالمان هما يشوفوا بحال دابا انا براني ويقولوا هذا هو براني، ما بغي ما بغاوش بحال دابا عندي انا، هما قالوا اجي لعب. فابا انا قلت بلا ما نبغيش، بغيت نلعب مع المغرب على بادي اللي طلقت تما، وبغيت نلعب مع ليكيب ديال المغرب. كيفاش دابا انت كتلعب مع باير ليفركوزن؟ عندي شي معلومات بلي سنيت 3 سنين معاهم جديده. ما كتش ما كيضايقوكش يعني ما كتلعب مع المغرب من ما اختاريتش المانيا؟ ما كتحسش بانهم هما عنصريين؟ واه نيشان، هما قالوا هما ما بغاوش نلعب مع المغرب. نعم. ما بغاو، قالوا لي احسن نلعب مع الالمان. نعم. انا قلت لهم لا، ما نبغيش نلعب مع الالمان، وهذه هي حاجه ديالي ماشي ديالهم. قلت لهم صافي، هذه هي الريسبكت ديالي. انا قلت لهم لا، ما نبغيش نلعب مع الالمان، بغيت نلعب مع المغرب وصافي. هما قالوا ادير اكسبت، قالوا واخا واخا. هكاك هما سنيو معاك، ما ضايقوكش، ما صيفطوكش تلعب مع، ما خلوكش مع الفريق الصغير، حيت دابا انت سنيت مع الفريق الكبير. واه سنيت معاهم، على بحال دابا كنت عندي بزاف بزاف الكلوبس قالوا لي اجي عندي عندهم، وكنت ما درت بزاف مع كلوبس جديد على نشوف فين كونترا كان احسن، على نبغي نلعب ان شاء الله فوق في البوندسليغا في بريمير وحده في الالمان. نعم. واو ليفركوزن عطيوني كونتراكت مزيان، على عطيوني 3 عام، ودابا سيكنيت عاد واحد العام مع يونيور، وان شاء الله نلعب مع فرقه اخرى. غادي تلعب هذا العام واحد عام مع النيشان. نعم. وعلى هذيك عام نطلع ان شاء الله، ابا نتريني ديريكت مع بروفيسيونيل. هاد الفرقه مع من كتلعب؟ تابعة ليفركوزن ولا تابعة ولا فرقه اخرى؟ لا لا، نلعب مع بايرن ليفركوزن. ليفركوزن، ولكن لعبت ديرت 3 عام، سيكنيت 3 عام، وهذيك عام مش متجي دابا ان شاء الله، نتريني فوق ونلعب عاد لتحت، وان شاء الله نكون لعب مزيان ونتريني فوق مزيان ونطلع. هذه هي كونتراكتي. نوليو المشاركة ديالك في الامارات. هو كيفاش جبرت الاجواء ديال المنتخب؟ يعني كيفاش كانوا اللعابة؟ كيفاش اللعابة يعني بخير؟ كنا بحال شي فاميليا كبيرة، ضحكنا بزاف، كلينا شربنا، كنت كلشي مزيان، ترينينا مزيانين. و تا عبد الله الدريسي كوتش ديالنا كان مخير. نعم. وكلشي الناس تما كانوا مخيرين، فيزيو الدكتور ديالنا سامي، كلشي كانوا مزيانين. وعلى هذاك الشيء نقول المغرب زوين على الالمان، على هما يديروا بزاف مع القلب،
وفي الالمان الالمان يشوف الكره بحال غير خدمه وهذه هي خايبه وهذه هي كانت مزيانه في المنتخب المغربي يعني ممكن نقولوا بروفيسيونيل يعني محترفين راه محترفين خدامه نيشان بحال خدمه خدامه نوض الصباح يمشي يخدم يتريني ما يديروش بزاف ما سلموش نيشان وفي المغرب بحال شي فاميليا هذه كانت زوينه بزاف هذا هو الفرق اللي كاين بين ديال المنتخب بحال دابا عندنا واللعبه كلشي كانوا مزيانين و بدلنا النمرو ضحكنا درنا ميساج حتى دابا عاد ندير مع الولاد ميساج مازال كاين تتصل باللعاب من بعد يعني المونديال ديال الامارات اللي شاركتوا فيه ربطت بك الجامعه الملكيه المغربيه فيديراسيون تاع المغرب واش هما عيطوا لك قالوا مره اخرى بتجي تلعب ولا شي حاجه بحال هكا بحال دابا الماتش مع توكو ما عيطوش عليا بحال دابا ما نعرفش علاش كنت لعبت مزيان في الكلوب ديالي كلشي كان مزيان وعلى هذيك الشيء ما نعرفش علاش عيطلو ما عيطلوش عليا ابدا انا نقول انا عاد صغير وهما كانوا عاد كبير عليا ولعبوا مع واحد ليكيب ديال افريك توغو كاسحين ولا ما نعرفش هذيك الشيء يمكن هما توغو لعبوا قل مع 20 سنه انت عندك 17 سنه مازال عاد هما كبير عليا على هذيك الشيء يمكن عاد ما عيطلوش عليا مازال عاد ان شاء الله تلعب معاه ونشوفوك مع المنتخب الكبار ان شاء الله كنت مازال يعني باغي تلعب مع المنتخب وانا بغيت نلعب مع المنتخب ما بغيتش نلعب مع الالمان عرفت ولكن مع المنتخب المغربي واش كتشوف راسك هذا عندك المكانه ديالك يعني هو ان شاء الله ان شاء الله ندير التراخي ديالي ان شاء الله ان شاء الله بيمي بالجد والمثابره ولي مونتري مزيان ونيشان خدم نيشان وان شاء الله ان شاء الله هذا اللي نتمناه ان شاء الله بالنسبه للمغرب من جيت هنا للمغرب مشيت للامارات الامارات بلاد عربيه حتى هي المغرب حتى هو بلاد عربي كاين الفرق بيننا وبينهم فيهم عندهم لي ستاد عندهم لاخر المغرب احسن ولا الامارات احسن ايوا دابا هذيك شي بحال لعبه في المغرب المغرب زوين زوين على الامارات غير الامارات عندهم هذيك لوكسوس وهذيك الشيء ما عندهاش المغرب ابا بحال دابا انا في المغرب انا نقول احسن على الامارات على هنا كلشي الناس ما شوفوش بزاف فيك عندك البحر زوين على تما كلشي احسن تما غير عندهم في الامارات عندهم لوكسوس بزاف هذيك الشيء نعيش الرفاهيه كنقول لها عندهم صح بالفلوس تما عندهم بزاف الفلوس هي الملاعب ديال المغرب تعرف نتاع مراكش طنجه اكادير العام اللي فات نظم المغرب نظم المونديال تاع لي كلوب نظم هنا بايرن ميونيخ شفت الرجاء كانت مع اتليتيكو مينيرو شفت كل شيء شجعت الرجاء لعبوا مزيان غير مع بايرن ميتشن كان ما عندهمش الزهر بحال عندهم شي جوج كتر ديروا جوج مرات واحد جول ما داروهاش وبايرن ميونخ قاصحين عندهم واحد شانس يدخلوها ديريكت هاد العام غادي تجي الريال هاد العام غتلعب الريال في مراكش تكون حاضر تفرج ولا ان شاء الله ان شاء الله هو ان شاء الله تكون من الحاضرين ديال في المونديال انا من مدريد مدريد هو الفريق ديالك وفي المانيا في المانيا بايرن ميونخ بحال دابا في تشامبيونز ليغ لعبوا ميونخ مع مدريد انا كنت مع مدريد كنت مع مدريد واخا انت زيت في المانيا كنت مع مدريد حنا كنقولوا اللي راه ما كيلعب في اللي كيكون في المانيا ولا ما كيلعب ما كيتبع شي فريق تماك ماشي بحال هنا في المغرب حنا ربما البطوله ديالنا شويه ماشي بحالهم الشامبيون ديالنا ماشي بحالهم لا انا نشوف بطولة ديال المغرب شكون الفرقه اللي كتعجبك في المغرب رجاء رجاء يعرفوا يلعبوا مزيان عرفت الفرقه اللي غادي تشارك في كاس العالم في مراكش شكون الفرقه ديال المغرب اللي غادي تشارك لا تيتوان تيتوان داوها وانا عرفت تيتوان هي اللي كتعرف باللي تيتوان لعبت مع زايد وا شحال هي لعب في 94 وقيله قبل ما تزيد انت في 94 الحكم هو اللي غش زايد باش زايد ما طلعش تيتوان كانت غادي تهبط وزايد غادي يطلع دابا تيتوان شوف فين وصلت طلعت بزاف زايد باقي هو وان شاء الله هنا بغيت نسولك واحد السؤال ما كتشوفش الملاعب في زايو ما عندناش لا بحال لعبه نقول زايو صغير وما عندهمش بزاف الفلوس وبحال تيتوان دابا يلعبوا بزاف بطوله وجمعوا الفلوس واشتروا لعبه وهذيك الشيء على هذيك الشيء وما كلا بحال دابا زايو كون ان شاء الله شي راجل ولا شي سبونسورين يجيو ويعطي لهم الفلوس ان شاء الله تزايو كلا شفت الملعب تاع زايو؟ لا على ما كانش عندي الوقت بزاف على كوره ما عندناش بزاف العطله وان شاء الله يكون عندي غير ثلاثة ديال النهار ما عنديش كرة نجي ان شاء الله نشوف شي ماتش فين كتفوت العطلة ديالك ملي كتجي فاكونس ديال الكرة لا فاكونس ملي كتجي عطلة ملي كتجي في المانيا كتجي كل عام
لا مشكل عندي ديما واحد سيمانه عطله ديما واحد سيمانه و بحال دابا واحد مره بغيت نجلس ترانكيل ما بغيتش ندير بغيت غير ندير ريلاكسينغ واحد مره بغيت نمشي نشوف فاميلي ديالي شكون عندي عاد هنا وعلى هذيك الشيء ديما نشوف شي مره هكا شي مره هكا بحال دابا عندي جوج نهار ما عنديش كره نجي ديريكت مع الطياره هنايا نقول فاميلي ديالي سلام وعاود نمشي اللعابة ديال الكرة ديال ستارز اللي كاينين في العالم بيكام ابراهيموفيتش رونالدو في كريسماس كيجيو يفوتو هنا في المغرب فهاديك كتكون عندهم واحد العطلة ديال ثلاثة سيمانات ولا كيجيو يفوتو هنا في المغرب هاد المرة غوارديولا غوارديولا جا تزوج هنا في مراكش هاد اللعابة ولاو كيجيو يعني كتشوف المغرب يعني بدا كيتطور بداو الناس كيجيو له بزاف واه والله المغرب ولاو حسن دابا حتى هما داروا كلشي النيشان و بدلوا كلشي ديروا كلشي جديد وعلى هذاك الشيء الناس جاو بغاو يشوفوا واش المغرب ولا جديد وعلى هذاك الشيء مزيانه المغرب تاع دابا يجيو بزاف توريست وهذاك الشيء مزيانه كيفاش بغيت زايو كيف كيبان لك زايو زايو دابا صغير ابا انا نقول زايو زوين على صغير عندك كلشي هنا فاميليا ديالك هنايا تبغي تمشي ناكل شي حاجه ماشي بعيد ندير كلشي هنا على هذاك الشيء زايو زوينه كيعجبوك مود السعيدية مشيت السعيدية؟ هو السعيدية زوين تا قارية اليوم عاد كنت في قارية اليوم كنت في قارية عجبتك زوين علاش ما خرجت عن الماء باقي صيف الماء باقي عاد باقي في لا اليوم عاود نمشي عاد ناظور ناظور نعم تمشي ناظور باقي عاد ترجع لزاي ولا نشوف ان شاء الله دابا عندي عاد الفاميلي ديالي في الحسيمة ديال ماما ديالي وعلى ذلك شي بغيت نشوفهم يمكن نطلع الحسيمة يمكن لست ماشي باقي غتجي مرة أخرى عاد تاني لزيو من هو إن شاء الله يمكن ما كنشوفوش تما في ألمانيا هاد المرة كان واحد رئيس نتاع الجالية تاع المغاربة اللي كاينين في ألمانيا كان درت معاه بعدا لقاء فتح بحال اللي كان داير معاك دابا وقلت له يعني نتوما في ألمانيا خصكم تجمعوا الناس اللي مزيو خصهم يتجمعوا في ألمانيا ولا في هولندا ولا في بلجيكا ولا في فرنسا خصهم يتجمعوا ويقدموا مساعدة الرياضيين يفكروا يبنيو ملعب يعني هما بيناتهم هكا يعني يجمعوا قدام جروب هكا يبنيو ملعب هنايا الناس نتاع المهندسين اللي عندنا في المانيا ولا يبنيو لنا الطرقان يعني حنا كنحتاجوهم هذوك الناس هذوك دابا ولينا كنحتاجوهم دابا وجده وجده مدينه كبيره المغاربه اللي كيكونوا في فرنسا في وجده جاو داروا بزاف ديال الحوايج في وجده وجده تبدلت ما بقاتش كيف ما كانت وكنت في وجده زوينه زوينه بزاف ما كتفكروش انتم ديروا شي حاجه زايو وا بحال دابا هذيك الشيء هادي مشكل دابا واحد الناس ما كداش كيديرها بوحدها بحال دابا انت تقول نديروا جروب ما كاينش مشكل بزاف الناس نديروا شويه وان شاء الله نطلعوا زيو هي بحال دابا غير واحد بغى يدير شي حاجه ما كداش يديرها بوحدها بحال دابا انت تقول ما عندناش واحد جروب كاصحاب يجلسوا بحال شي فاميليا وديروا كلشي مزيان عندنا ديما شي جوج ثلاثه بغاو يديروا شي حاجه والناس عندنا بزاف الناس شكون ما داروا شي حاجه وعلى هذيك الشيء ما عندناش واحد جروب بحال واحد ليكيب وديروها مزيان هاد العام غادي يجمعوا المغاربه كاملين اللي كيكونوا في اوروبا غادي يجمعوهم هنا في زايد وغادي يطرحوا لهم بزاف ديال الحوايج اللي يديروهم يتعاونوا باش زايو ما تبقاش كيف ما راه هذا كتحتاج بزاف ديال الحوايج كتحتاج الفريق كتحتاج عندنا فريق ديال عندنا فريق ديالنا يعني ما كيلعبش يعني تعرف فاش كيلعب زايو؟ مع بريمي كلاب نعم كتبع الاحداث واه كلشي والي كاين كاس العالم في البرازيل زوين زوين على بزاف ليكيب تما ويلعبوا مزيان البارح عاد شفت الماتش كرواتيا مع البرازيل نعم ولعبوا كانت الماتش زوينه حتى اليوم يلعبوا اسبانيا مع هولندا نعم ونشوف ان شاء الله شكون يدي الكوب شكون اللي تقول انت يدي الكوب انا نقول دابا على الكوب دي مون تما في برازيل وبرازيل عندهم ليكيب مزيان وانا نقول يمكن برازيل يديرها حتى انا نقول لالمان دابا كلشي الناس نقولوا ما لعبوش مزيان هما قاصحين يجريو يخدموا نيشان وانا ديك الشيء نقول برازيل والمان المان اسبانيا اسبانيا نقول لا ياك نقول لا هذيك عامل لا هاد العام لا لا المغرب ما كاينش في كاس العالم ياك بزاف باش عرفت فوقاش شاركنا اخر مره شاركنا في كاس العالم واه في 98 بزاف ثلاثه مرات ما شاركناش واه ماشي شويه بزاف غير بحال انا نقول دابا المغرب تتبدل ودابا جا مدرب جديد
دخل بزاف لعبه جديدي ويديروا دابا واحد الكيب وان شاء الله شمو تجي دابا افريكا كاب كاب ديال افريكا وكاب دي مون ان شاء الله اي ان شاء الله يديروا كواليفيكاسيون. عرفت فين غادي يلعبوا كوب دافريك الجاي؟ فين؟ في المغرب. في المغرب ايوا ايوا عندهم كواليفيكاسيون يديروا والو. ديروا؟ تجي تتفرج؟ ونجي نتفرج ان شاء الله. فوقاش حنا نقدروا نشوفوك تلعب مع المغرب؟ ايوا ان شاء الله جوج عام ان شاء الله. كتكون جوج عام ان شاء الله نخدم بزاف نجري وندير كلشي. كتلعب في الدفاع؟ هو الدفاع وكنقدر نلعب في مليون كنلعب جوج. واش كتشوف المغرب يحتاج دابا؟ واش ناقص المغرب باش هو يبقى يلعب في كاس العالم؟ حتى هو كاينين فرقية اللي قلبينا حنا كنا كنلعبوا احسن من كاع الفرقية. ودابا مابقيناش كنلعبوا مزيان، شنو خاصنا دابا؟ لا تا بحال دابا تا انا قلت هما بدلوا بزاف. وبحال دابا تبدل ما تقدرش ديرها ديريكت. تدي شويه الوقت. ودابا تا هو جاب مدرب ديال المغرب جاب لعبة جديد. وبحال دابا هما عاد يضيعوا شويه الوقت الا خدموا ديال المغرب زكي هو زكي عجبك زكي مزيان مزيان غادي يدير شي حاجه ان شاء الله هو 100% غادي يدير شي حاجه ياك 100% 100% انت كبرت في المانيا وترينيت في المانيا ودابا راك في ليفركوزن وشنو كتشوف المانيا دائما كاينه في كاس العالم ما كتغيبش على كاس العالم المغرب ما كيمشيش شنو كتشوف كاين علاش المانيا كتمشي المغرب ما كيمشيش ودابا بحال الالمانيا في بريمير وحده في الالمان بونوس ليغا بزاف اللعبه ديال لوكيب ديال الالمان تما و هما يعرفوا كل شيء ويلعبوا بزاف معهم يديروا بزاف لو ماتش وعلى هذيك الشيء هما صافي هما فاميليا صافي داروا جروب ديالها وعلى هذيك الشيء هما يلعبوا ديما مع لعبه شكون تكونوا ديما تما مع هذاك مولا شراينشتايغر كوس اوزيل يكونوا ديما تما وبودولسكي وصافي عندهم ليكيب ديالهم ويلعبوا يجيو يخدموا قاصح وعلى هذاك الشيء لما نكونوا ديما في كوب دي مون. حنا شنو خاصنا دابا؟ هو انا قلت دابا المغرب تبدل وغير شويه الوقت عندنا لعبه مزيانين ديفانس ديالنا مزيانين كلشي مزيانين تا مدرب مزيان وعلى هذاك الشيء نقول غير شويه الوقت وان شاء الله هما يكونوا مع هذيك كوب دي مون شنو يجي ان شاء الله هما يكونوا مع سنرجع بك الكوب دي مون في الامارات لعبتوا مزيان نتوما فريق كنتوا يعني فريق يعني كلشي كان كيشوف فيكم نتوما لعابه كبار انت بن مرزوق مرابط اللعابه اللي كانوا يعني المستوى ديالهم طالع بزاف بصح في الدوزيام تور خسرتوا مع الكاميرا مع كوت ديفوار شنو وقع هذاك النهار يعني هو في هذيك الماتش دخلنا في الماتش لعبنا مزيان 10 مينوت كون خلينا نلعبوا بزاف كره غير مشكل دابا هذيك كوت ديفوار كانوا قاصحين بزاف ما نقولش ليكيب ديالها ماشي قاصح في دابا هما داروها مزيان ما نقدرش نكذب نقولوا هما ما داروهاش مزيان داروها مزيان على هما يجرو بزاف وبلعوا كل شيء ما نقدرش نديروا السيستم ديالنا نلعبوا اما برات نجي نلعبوا كره يدور الا بلعوا كل شيء وهذه هي كانت مشكل ديالنا ما كانش عندنا شي حاجه نفتحوا الماتش نديروا هذاك الشيء وهما داروا جوج جولز خايبين دخلنا فيها دخل داروا جوج جولز وعلى هذاك الشيء كان عندنا مشكل وهما كان بلعوا كامل وجراو وداروها مزيان اش نقول لك لعبوا مزيان لا ماشي لعبوا مزيان اش هما عندهم جوج حوايج اش ممكن ديروا يجريو ولعبوا اغريسيف هذوك جوج ما عرفوش يلعبوا كره خشان بزاف نقول لك الحقيقه ما عرفوش يلعبوا كره على هما يعرفوا غير بلعوا ويجريو ولعبوا هما كيبانوا كبار عليكم وكانت كبار وهذه هي وهذه ديال افريكا ديما هذيك هي ماشي نيشانه باش نقدر ندير واش السن ديالهم هذاك بحال دابا نقول الحقيقه نلعبوا مع برازيل ارجنتينا ان شاء الله كون لعبنا مزيان نربحوا ما كاينش مشكل غير هذاك شفتكم لعبتوا مع كرواتيا ياك هو لعبتوا مع كرواتيا زيد كرواتيا وأوزبكستان وباناما كلشي معهم لعبتوا مزيان هو ربحتوا كرواتيا ربحنا وباناما ربحنا وأوزبكستان لعبنا 0-0 0-0 لعبتوا مزيان تفرجت فيكم مع كرواتيا لعبتوا مزيان بزاف ولكن يعني كتلقصكم يعني نتوما تبارك الله يعني لعاب يعني محترفين كلكم كتلعبوا في فرق كبار بروفيسيونيل ولكن كتلقصكم شي مره كيكون التكنيك نتاع الكره طار التكنيك نتاع الكره يعني اللي يكون ذكي باش يلعب كره هذيك الحوايج دائما المغرب كيحتاج لهذ الحوايج هذا واش ما قراوكمش عليهم ما قالوكمش عليهم هنا في المنتخب باش جمعوكم لا ماشي هذاك الشيء نقول بحال دابا لعبنا كوب دي مون وما كانش عندنا بزاف الوقت
نديرو نجمعو نيشان الا نديرو 3 4 5 الماتش بحال دابا كرواتيا كيلعبوا كفاليفيكاسيون ديال كوب دي مون لعبوها كامل مع هذيك مع هذيك ليكيب كامل وربحنا معهم وهما كان عندهم سوبر ستارز بحال هاليلوفيتش وهذاك الشيء نرسناهم كامل هما ما كانش يلعبوا على بحال دابا السيستيم ديالنا مع كرواتيا نقدر نلعبوها على كرواتيا هذيك الثاني كيب ديالهم يلعبوا كره هما غير ماشي غير يبلعوا ويديروا ديفانس ويضربوا كره يخرجوها وعلى هذيك الشيء بحال دابا ليكيب بحال كرواتيا نقدر نلعبوا احسن معهم غير مع كوتيفور ما نعرف بحال هما داروها مزيان لعبوا ولعبوا اغريسيف كان عندنا مشكل على بحال دابا ما نكونش عندنا بزاف الماتش نديروا نشوفوا كل شيء بحال دابا مع كوتيفور يبلعوا كامل ما نكونش نعرفوا اش نديروا دابا اش نديروا دابا بحال نكون لور بغينا نلعبوا شوف شكون نلعب بغيت نلعب امرابط نبلع بغيت نلعب ارجون نبلع بغيت نشوف جادي نبلع ايوا اش نديروا شكون اللاعب اللي كان عاجبك في المنتخب كبار لا في اللعبة اللي لعبت معه في الإمارات شكون اللي كان صاحبك اللي كنت قاعد تريح معاه كل معك في لوطي في الشامبر تاعك واه بحال لعبة قلتها لك كنا فاميليا كنت مع كل شيء مزيانين غير عندك ديما شي دراري مع من تجلس بزاف بحال دابا انا كنت بزاف انا ابو عزاتي ناصيري ديال ايندهوفن وامرابط جلسنا بزاف على هادو كلهم هاد المنطقة الناظور وزايد واه على بحال دابا توفيق تا هو يهدر المانيا توفيق ناصيري اللي لعب يهدر المانيا وبو عزاتي يهدروا المانيا وانا نهدر المانيا وبحال دابا امرابط يفهم غير هولندية وتوفيق لعب مع بيزلي وعلى هذاك الشيء هو يعرف يهدر الهولندية وهذه هي كانت جروب ديال اللعبة انا تا انا ما نقولش ان هدرت غير معاهم هدرت مع كامل مع كل شيء تا انا كنت بزاف مع الصبار مع ارجون جلسنا ضحكنا بزاف شربنا كلينا ضحكنا كل شيء كان لذيذ قلت لي باش بدات نهضر معاك قلت لي الفريق اللي كتبغي هو الريال شكون اللاعب اللي كيعجبك انت في الريال راموس 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 كاسح واخا روح بايرن راموس مزيان تفرجت شي مقابله نتاع ريال مدريد راموس مزيان راموس مزيان شكون اللاعب اللي كاين في العالم شكون احسن لاعب كيعجبك رونالدو هو احسن لاعب وفي الكره كامل اللي بدا الكره شكون اللاعب اللي كيعجبك بيلي بيلي شنو تقول لزيو الناس تاع زيو كيتبعوك دائما ونقول شكرا على هذيك الشيء اشمو يديروا ماشي هما ما ديروهاش غير هكاك على بحال هما يقولوا هذا هو صاحب زيو هو ان شاء الله كيدير اللي دايرها تم زيو نيشان وان شاء الله هو كيدير يلعب مع منتخب كبار وديروني سبورت وهذيك الشيء زوينه بزاف وعلى هذيك الشيء نقدر نقول غير شكرا بزاف ما ربما انت ما كنتش عارف هنا في زيو كان القهاوي عاملين كلهم الناس تاع زيو كيما المغاربه كيتبعوا الكره بزاف كيتبعوا بصح المنتخب الكبار هذاك العام تبعوك انت تبعوا المنتخب الصغار علاش لحقاش فيه واحد ولد زيو نتايا هذا هو اللي خلاهم يتبعوه وعلى هذيك الشيء قلت شكرا بزاف على هذيك الشيء هما ما داروهاش هيك بحال دابا قلت لك هما يقولوا ان شاء الله هو كدر يلعب مع المغرب وعلى هذيك الشيء انا نخدم قاصح ونبغي ندير كل شيء ان شاء الله ندير نلعب مع المغرب احنا بغينا نشوفك مع المنتخب الكبير ان شاء الله حتى انا ماشي غير عام قلت لي عامين واه ان شاء الله عامين نشوفك مع المنتخب ان شاء الله نعطيوك ربع سنين حنايا ربع سنين صح لنا ربع سنين عندك 21 عام نيشان 21 عام نشوفك ان شاء الله مع المنتخب ان شاء الله ندير كل شيء إذا المشاهدين الكرام يعني كما قلت في البداية والمناسبة هذه كأس العالم يغيب عنه المغرب مقابلة السد بمدينة زيو تكتفي مدينة زيو أو فريق مدينة زيو بالتنظيم فقط يعني نعيش البأسة على واجهتين غياب منتخبنا الوطني عن كأس العالم وغياب زيو عن مقابلة السد نتمنى كما قلت والمناسبة هذه أن استضفنا أحد شبان مدينة زيو من تألق خارج مدينة زيو السياسي الخضراوي السياسي الخضراوي اعطى صوره يعني جيده على ان زيو ممكن يكونوا منه نجوم زيو ممكن يكونوا منه رياضيين اللي قدموا الكثير للمنتخب الوطني المغربي لذلك اوجه الدعوه ان يلتفت المسؤولون لهذه المدينه حتى تكشف عن مواهبها باسمكم جميعا مشاهدي زيو سيتي بوان نيت نشكر الاخ ياسر الخضراوي على قبوله الاستضافه نشكر كذلك الاخوه المرافقين له الاب
الاب ديال السياسيين وكذلك صديق السياسيين لاعب سابق فورتونا ديسلدورف الالماني. شكرا. باسمكم جميعا كما قلت مشاهدي زيو سيتي بوان نت نشكر طاقم زيو سيتي او طاقم تصوير لقاء مفتوح من خلف الكاميرا الاخ عادل الاسدودي، لكم مني انا سعيد قدوري اجمل التحيات والى اللقاء في مناسبه قادمه بحول الله.